اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يصعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر فقال في الأولى آمين، وفي الثانية آمين، وفي الثالثة آمين. سأله الصحابة: سمعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول في الدرجة الأولى آمين. قال: اعترضني جبريل وقال: يا رسول الله، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. من أدرك رمضان ولم يغفر له، وإحنا في رمضان عشان تطلع منه مغفور ذنبك احرص على الطاعة. واعترضني في الثانية فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. بر الوالدين وطاعة الوالدين بعد طاعة الحق سبحانه وتعالى. وفي الثالثة اعترضني جبريل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي يا رسول الله، خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين. رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال: يا رسول الله، فلم يلتفت إليه النور، فلم يلتفت إليه رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا من أمتك وأنت أعرف الناس بأمتك، ألا تعرفني؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: معرفتي لأمتي بقدر صلاتهم علي. فانتبه من نومه وظل يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم 100 مرة. فبعد فترة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له: الآن أعرفك وأشفع لك يوم القيامة لأنني أرد عليك السلام كل يوم 100 مرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، اللهم آمين.